السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي أعزائي، كل التحية لكم، منورين. ياريت اللي يعجبوا الفيديو يشير الفيديو واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ولايك فضلا وليس أمرا، ما حبش بقى خلاص الله الغالي زي ما بيقول. أنا سعيد جدا بوجودي معاكم الفترة اللي جاية ديت. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، على هو قطع صلة الأرحام، أسباب قطع صلة الأرحام وإيه اللي موجود دلوقتي. للأسف الشديد إحنا عندنا مشاكل كبيرة جدا في الأسر النهاردة، محدش بيتزاور، الأهل محدش، كل واحد يقولك إحنا في تلاهي، كل واحد في حاله. على عكس زمان كانت الناس كلها كانت تعتبر يعني كتلة واحدة، مكان واحد. دلوقتي لا، محدش النهاردة بيفكر في حد خالص خالص خالص، ويقول مع ان اهلك لا تهلك. اول حاجة انا بحذر اي بنت بحذرها، يعني بنت في مقام بناتي، انا الحمد لله عندي بنتين، انا بحذر اي بنت، بس بناتي متجوزة، يعني بحذر اي بنت وانا بقولها لما تيجي تتجوز اي شاب انها تسمح لجوزها انه يسيء لاهلها. تاني اكرر، مفيش اي بنت تتجوز اي ولد او شاب يعني ويبدا يقول لها امال فين امك، ما بتجيش امك، مش عارف ايه، وابوك مش عارف ايه، ده فلان لا تخلي، ولا اخواتك اوعي تخلي جوزك يغلط في اهلك، لان هو كده بيجردك، لو جردك من اهلك هيدوس عليك. انما انت تملي، حتى لو اخواتك الصبيان مقصرين معاك، حتى لو امك مقصره معاك، حتى لو ابوكي مقصر معاك، تملي عندك، اهلك لا تهلك. انا يقول لك ابوكي مثلا ما بيجيش وما بيعملش، وابوك تقول له ما اسمحلكش تجيب سيره ابويا بالوحش، انت ما تعرفش معزه ابويا قد ايه، اوعى اوعى تغلط في ابويا غلطه واحده، يبقى عارف ان انت عندك عزوه. انما لو سمحتي له ان هو يغلط في اهلك، خلاص جراتك، اصبحت انت بالنسبه له ولا اي شيء من غير اهل، اصبحت لقمه سائغه في فم اللئام، وما اكثر اللئام الان. يبقى اول حاجه البنت تخلي بالها، ما تخليش جوزها يجرتها خالص ولا كده. ثانيا الميراث، يعني البنت ابوها لسه متوفي ولا امها ولا حاجه، امال فين ميراثك، امال ما تطول بالك شويه، ما جايز عليهم مديونيات، ما في حاجه، يعني الكلام اللي هو بتقول له اللي مالكش فيه ما تتدخلش فيه. نرجع بقى لموضوعنا المهم، وهو أسباب قطع صلة الأرحام. أول شيء الميراث، لما بيبقى البنات لها ميراث عند إخواتها، أو الأم لها ميراث عند إخوال العيال، ويبدأ للأسف الشديد الطمع والجشع الكبير جدا للأسف الشديد من الرجالة، أو من الرجال يعني، تجاه بيعتبروا إن ملهاش حق، ملهاش حق في الميراث، وحتى لو لها حق يبقى فلوس، ولو لها فلوس تبقى بسيطة جدا جدا جدا. يعني لو واحدة لها خمس قراريط والإيراد مثلا باربعين ألف ولا بخمسين ألف، يقول لك لا الإيراد بخمستاشر ألف، ده أنا اللي أنيت الأرض دي مع أبويا، ده أنا اللي مش عارف عملت إيه، إيه يا عمي، ده ميراث، ده ميراث. في البيت يقول لك لا ملهاش في البيت خالص، البيت ده لها في البيت، إزاي مال المال يا أخي، افرض اتطلقت يا أخي، ده بيت أبوها، يعني افرض هي اتطلقت او حصل لها كارثه او حصل لها مصيبه او جوزها مات او جوزها توفى، ده اختك، ده لحمك. فيبقى اذا الميراث بيبقى سبب كبير جدا من قطع صله الارحام، ومحدش بيتزاور بسبب ان ده واكل ده في حته مباني، ده في حته ارضيه، ده في فدان، ده في مصنع، ده مش عارف ايه، فبيحصل حاجات كتير جدا. تاني حاجه او تالت حاجه التكبر، لما يبقى واحد في العيلة بقى كان يعني الناس تعبانة وفرحوا بيه، وراح كلية مثلا حقوق وبعد كده بقى مستشار، ولا كان في كلية أداب وبعد كده بقى رئيس مجلس مدينة أو بقى رئيس شركة، يتكبر على أهله، يجي الناس تروح له قطع 200 كيلو ولا 300 كيلو ويروحوا له في آخر الدنيا عشان خاطر مثلا يشوف ابنهم، يعني اي حاجه الناس بتبقى عايزه تتعلم ايش، انتوا فاكرين ايه، انتوا فاكرين انا اعمل لكم ايه، لا ما تقولوش كده، وجايبين لي بربطه المعلم، انتوا جايين في 10 ميكروباص،
انتوا في ايه؟ جايين بجزم بلاستيك كمان وداخلين المكتب، انتوا فضحتوني، انتوا عرتوني كده. بيجرس نفسه، بيجرد نفسه للأسف الشديد. وخاصة هذا الشخص او الناس اللي بتكبر لما يجي يعمل فرح وعامله بقى في اوتيل او في شيراتون او في سمراميس او عامله حتى في داون تاون، ما بيرضاش يعزم قرايبه الفقراء. يقول لك اصل لو جم هيجوا بجلاليب مش عارف ايه وبجزم لوحه ايه وبغطاء راس ايه. دولت ناسك واهلك. انا اعرف واحد راجل واصل وحاجه بسم الله ما شاء الله، وحاجه راجل ملياردير، لما عزم كل الناس اهله الفقيره، ولما دخل في الفيلا بتاعته بقى يحضنهم من على الباب وهم نازلين من عربيات الميكروباص، والمحافظ قاعد ومدير الامن وجهات البلد، ويقول لهم دولت اهلي، انا طلعت من الطينه دي الطينه اللي انا طلعت منها. على فكره هذا الرجل بقى مصدر فخر لكل الناس اللي موجوده، وليس منظر انه يتعرى منهم. فمحدش ابدا يتجرد من اصله ومن عيلته ومن بيئته اللي هو نشئ فيها، مش عشان هو بقى صفة القوة أصبح شخصية مرموقة يتجرد من الناس اللي هي أهله، الناس اللي قعد في الترعة وكان بيستحمى في الترعة وكان بياكل جلوين وبياكل ضحضير وبيروح ياكل خبيزة وبيعمل بتنجان في الغيط مشوي وياكل وشاي على الراكية. لا، ما تعمليش بقى فيها بيه ومش عارف ايه، وبره خدم وحشم واتنين تلاتة اربعة خادمات فلبينيات وكلام من ده، وترتل لك كل شوية نص كلامك بالانجليزي. ما حتى لو بتعمل كده يا اخي مع الناس اللي انت مع اهلك وناسك، خلي البساط احمدي، اقعد معهم على الحصيرة وقول لهم انا عايز شوية عسل وعايز عيش من اللي هو الفلاح وعايز اكل، عايز شوية مش وعايز شوية جبنة، ويكون فيهم دود بيتنطط، اقعد معهم على الحصيرة، حسسهم، مش تحسسهم ان انت هاي ومش راضي تقابلهم، ولا يقولك من 200 كيلو ويسألوا يقولك البي في اجتماع، انت عايزه في ايه؟ لما تجيله بقى بإذن مسبق، هتقول لي ما انت يا عادل قايل لازم إذن مسبق، ما هو مش عارفين يوصلوا له وتلفونه ما يقدروش يتصلوا بيه، ولو جاي يتصلوا بيه مش هلاقوهم واخدين في البلاك ليست، مش هيقدر يرد عليهم، فهم بيستنجدوا بيه عندهم مشكله ولا حاجه. ما علينا، قطع لما بتبقى الناس ماسكه مناصب وبيتنفخوا على اقرب الناس لهم. ثالث حاجه في اسباب قطع برضو صله الرحم، زواج الأقارب غير ان هو مشكله كبيره جدا 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 من ناحيه الطبيه، إلا إنه بيسبب مشاكل كبيرة جدا. البنت عملت ده تزعل، ودي أخته تزعل، وبنت عمه تزعل، وحناخدوا البيت وخلوا البيت وخلوها تدود عندكم، وخلوها زي الجبس، بتبقى مشاكل كبيرة جدا. أو ما أدراك لو كانت البنت مخطوبة وابن عمتها ولا ابن خالها ولا ابن عمة خالة أبوها سابها، إزاي؟ بقى دي اهلك، بقى سكينه الاهل دي بارده، بقى انت تفضحنا، بقى انت تجرسنا. يا جماعه ما فيش نصيب، يبقى كان من الاساس يا ريت بلاش جواز القرايب على قدر ما نقدر، اللي ما يقدرش، اللي يقدر هو مكتوب. ويا سلام بقى لو حدث طلاق، يا نص العيلتين يتقسم، لان لازم العيله تتقسم، نصها مع العريس ونصها مع الرجل ونصها مع العروسه، خلاص ما يحضروش لبعض ولا يتعزموا مع بعض ولا يشوفوا بعض ولا يصلوا في الجامع. الرجاله حتى اللي هم مع بعض بيتعزلوا عزله تامه، وبيبقى مشكله كبيره جدا. اخر حاجه بقى، مشاغل الحياه فيها مشاغل، وترن الحياه سريع، ولقمه العيش بقت صعبه، فممكن الناس تنسى، خاصة مع التقدم التكنولوجي وكله دلوقتي على النت والسوشيال ميديا وعلى اليوتيوب وعلى البالتوك وعلى الفيسبوك، كل ده شغل الناس عن الأول، غير اللمة اللي كنا الأول على التلفزيون الأصبر اللي هو النصر، ونقعده كده وكلنا نتجمعه مثلا. فأصبحت النهاردة للأسف الشديد التكنولوجيا بنستخدمها استخدام سيء جدا. كنت الأول لما أجي أطلب في التليفون بكلم كذا واحد. كل التحية ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعدت بكم.